إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. أنا قلت لها قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالت لماذا؟ قلت لها لكي ندخل مع بعض إلى الجنة. فقلت لها لولا تقولين هذا أنت ستكونين في النار ونحن في الجنة، وأنا أريد أن نكون مع بعض في الجنة، فقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Yes. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا مع الداعية الصغير زياد، ما شاء الله، وسيحكي لنا اليوم كيف أسلمت جدته الألمانية على يديه. ما شاء الله، كم عمرك يا زياد؟ 7 سنوات. ما شاء الله. وعندما أسلمت جدتك كم كان عمرك؟ 6 سنوات. 6 سنوات ما شاء الله، قبل سنة ما شاء الله. طيب حبيبي احكي لنا كيف أسلمت جدتك على يديك. طيب أنا قلت لها قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالت لماذا؟ قلت لها لكي ندخل مع بعض إلى الجنة. فقلت لها لولا تقولين هذا أنت ستكونين في النار ونحن في الجنة، وأنا أريد أن نكون مع بعض في الجنة، فقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالت لماذا؟ قلت لها لأننا نريد أن ندخل مع بعض إلى الجنة. فقالت لا. فقلت أنا لا. بعد ذلك قالت إلا الله. يعني هي قالت الشهادة خلفك، نطقت الشهادة خلفك. نعم. لأن هي ما تجيد اللغة العربية مثلك ما شاء الله، أنت تدعوها باللغة الألمانية صح؟ نعم. وأنت ما جاء كلمة الشهادة ما تعرف كيف تنطق، فأنت قلت لا إله، وهي قالت لا إله إلى آخر الشهادة أن محمد رسول الله، فدخلت الإسلام صح؟ ما شاء الله، ممتاز. طيب بعد ما دخلت في الإسلام كيف شعرت أنت؟ أنا كنت مسرور جدا، فأنا ذرأت إلى أبي وقلت جدتي أسلمت، وأنا فرحت بشدة أنها أسلمت. ما شاء الله، جزاك الله خير، أحسنت يا حبيبي، الله يفتح عليك، جزاك الله خير. وياك. بارك الله فيك. ومعنا أبو الزبير أبو زياد، جزاك الله خير. يعني كنت تحكي لي القصة عندما سمعت كان سبب هداية الواردة، يعني زياد الصغير، يعني فرحت جدا بهذا الخبر، فقلت أني نعمل مقطع معكم ونحن هنا معكم حتى نشجع الناس على الدعوة لله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا حتى لا يأسوا من هداية الناس. أنت ذكرت لي أنك تحاول سنوات طويلة مع الواردة وهي ترفض، هي تعرف الحق لكن ترفض. نعم، حاولنا بالفعل من حوالي 15 سنة أن نقنعها أن تنطق الشهادة، وهي يعني عموما هي تعلمت منا كثيرا وشعرت
كانت على يقين أن هذا الحق، وأكدت لنا أنها تؤمن بالله وأنها تؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله. فعندما وصلنا إلى نقطة الشهادة، هي دائما رفضت دائما أن تنطق الشهادة، فاكتفينا بأن نعطيها. أنت قلت لي يعني كان الشيطان يحضر في هذا الوقت. شعرت بذلك، أن عندما نطلب منها الشهادة يحضر وشيء يمنعها، لا تريد. سبحان الله. فطبعا كانت لي مفاجأة كبيرة جدا. كنت أرجع من صلاة المغرب قبل أن تدخل. أنا شعورك عندما أسلمت، نعم. يعني هذا للمشاهدين حتى يعرفون، أنت الآن يعني أبوك تونسي ألماني. نعم، هو تونسي الأصل. نعم، بس هو عايش في ألمانيا، وأمك ألمانية ألمانية. صحيح، نعم. وأنت ولدت في ألمانيا وتربيت هناك وتعلمت اللغة العربية وأنت كبير، صح ولا؟ صحيح، ما شاء الله. فيعني تحاول 15 سنة، نعم، وشيطان يحضر في وقت الشهادة. نعم. فأنت قلت لي خرجت لصلاة المغرب. صحيح، خرجت لصلاة المغرب و يعني رجعت إلى البيت. أنا ما عرفت أن ابني زياد سيبدأ أن يتكلم مع الجدة. فعندما رجعت ودخلت البيت، فزوجتي أخبرتني، وابني جرى إلي: أوما أسلمت، أوما أسلمت. يعني أوما بمعنى جدتي، يعني جدة. فأنا ما صدقت نفسي، يعني ذهبت إليها وتأكدنا مع أنها فعلا تقصد ما قالت وأنها تفهم، ليست مجاملة حتى يسكت هو ويمشي ابتعد عنها مثلا، يعني فعلا يعني صادقة. أكدت لنا، والحمد لله زارتنا بعد ذلك في بلد عربي يعني، وصلت معنا التراويح وفي رمضان، يعني كان روعة، وصامت معنا والحمد لله. هي فوق 70 سنة على فكرة. فأنا أشجع أي أحد لا ييأس أبدا أن يستمر أن يدعو أقربائه مهما كان حالهم، لأن حالة أمي كانت صعبة، خاصة لما بدأت أنا أن ألتزم وأصلي وهكذا، كانت مصيبة لها، يعني كان صعب جدا. ويعني ممكن كان آخر إنسان أتخيل أنه يسلم. وكلما زاد العمر سيكون أصعب، لأن المخ ممكن يتجمل أكثر وأكثر يعني. ولكن هي فوق 70 وأسلمت، فلا تيأسوا أبدا واستمروا. أحيانا يكون اسمه براءة الطفل، يعني نعم. هو يعبر ما في قلبه، هو فعلا خايف. أنا جلست معه حتى يعني وسمعت القصة منه، أن هو خايف فعلا هي تدخل النهر. نعم. وهو لازم تكون معنا في الجنة. نعم. فهذا يعني هذه البراءة ويعني الصدق من القلب، يعني انظر كيف يعني أثر في أمك سبحان الله، وهذا كان هو السبب. لكن كذلك نذكر المشاهدين بأن أهمية زراعة بذور الهداية. نعم. أنت ما تعرف متى. نعم. يعني دائما نقول الدعاة، يعني أنت تزرع والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. أنا أزرع اليوم وربما بعد سنوات أنت تقابل شخص. نعم. أو أنت تزرع وأنا مسافر أزوركم في ألمانيا إن شاء الله تعالى، أنا في الطائرة فأقابل شخص. أنت كنت السبب زراعة البذور في السابق، فأنا أتكلم في الطائرة فيسلم. نعم. فنشارك يعني الأجر فيما بيننا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. وما أريد أن أضيفه إلى هذا، أول يعني رمضان الذي قبل ما إسلامها كان أول رمضان أنا فعلا بدأت أن أدعو لها يوميا وبكل صدق وإخلاص إن شاء الله، يعني في السجود وفي التراويح وفي كل فرصة دعوت لها أن تسلم. فلا تنسوا أن هذا بيد الله طبعا كما قلت، وأن الدعاء هو أول شيء، وبعد ذلك أخذ أسباب. يعني أنا قلت لأبنائي دائما، لأنني رأيت أسرة مصرية، الأب مصري والأم ألمانية، هم كبار لأن الأولاد كبار، ولكن هم ذهبوا دائما إلى الجدة، إلى مدينة أخرى في ألمانيا، ذهبوا إلى الجدة الألمانية ليدعونها للإسلام. فهذا جعلني أيضا أفكر أن أتكلم مع أبنائي لعلهم هم السبب في إسلامها. فبدأنا أن نتكلم مع الأولاد، نقول لهم: أوما، نحن نريد أنها تدخل الجنة، نريد أنها تدخل الجنة معنا إن شاء الله،
يعني جهزناهم فهموا ولكن أنه يطبق هذا جاء بفضل الله هكذا. يعني أنا ما كنت أذهب الآن وأتكلم مع أمة من قلبه يعني. وهذا يعني أهمية يعني كون الأولاد هم في بيئة يعني يكون في التزام بالدين وفي بيئة دعوية. نعم. أنا رأيت هذا عندنا في الغرب يعني سواء في بريطانيا وفي غيرها. إذا كان الولد يرى مثلا أباه ومن حوله يشتغلون في الدعوة. نعم. ويخرجون في الدعوة في الشوارع هو يريد أن يشارك كذلك. لذلك تجد بعض الشباب الصغار فعلا يخرجون في ستريت دعوة. نعم. في الشوارع ويدعون الناس أنهم تربوا على هذا. فتربية أبناء على الدعوة هذا مهم جدا حتى يكون لهم يعني أثر في المستقبل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. لو في شيء في الخاتمة تريد تقول يعني أنا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن أن يهدي أمي. نعم. يثبتها يرزقها حسن الخاتمة والفردوس الأعلى ويجمعها معنا. آمين. جميعا. آمين. في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. أنا أطلب من المشاهدين أن يدعو لها ولغيرها إن شاء الله هذا الله سبحانه وتعالى يفتح على قلوبهم. جزاكم الله خير. آمين. سبحان الله. After many years of dawah, my father rahimullah took his shahada and he would regularly repeat the kalima. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. You may be wondering, why am I telling everyone about my life? Ash? Ash. Hadu? Hadu. Allah? Allah. Ilaha? Ilaha. Ilallah? Ilallah. Wa Ash? Wa Ash. Hadu? Hadu. Anna? Anna. Muhammadan? Muhammadan. Rasulu Allah? Rasulu Allah. 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ashhadu? Repeat after me. Ash. Ash. Hadu. Hadu. Ashhadu la 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 illa ha illa ha illa la illa la wa wa ashhadu hadu ashhadu hadu Muhammadu Muhammadu Rasulullah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Ashhadu. Okay. I'll just say it again. Ashhadu. Ashhadu. Okay. An. An. La. La. Ilaha. Laha. Ilaha. Laha. Okay. Illa. Illa. Allah. Allah. Okay. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Yeah. Anna. Anna. Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Rasulullah.